تتواصل الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، والشوط 17 الذي أعلنت انطلاقته لا زلنا في الفطامين الصعوب في تواصلها، والخاص الشوط بالبكار نسير مع المركز الأول، وهذه شواهين عبد الله بن مبارك بالرقراق المزروعي تسيطر على مقدمة الشوط بعد الانطلاقة وتنفرد عن البكار، ولكن الملاحقة لا زالت واردة. وشوف هذه محمود بن حبيب بن محمد الرضا اللي تاتي في المركز الثاني، هذه صويغه بينما المركز الثالث تتقدم فيه، وتاتينا هنا على المركز الثالث غزوه لمعيوف بن سلطان المطيوعي، وتتدخل في هذه اللحظات صوغه لحمد بن عبد الهادي بن نايفه. هذه النتيجه وهذه المراكز الاولى المتقدمه في مسار هذا الشوط والعوده الى المركز الاول، وهذه شواهين عبد الله بن مبارك بالرقراقي المزروعي تقود المشاركات وتندفع بالمركز الاول، ولكن بالنايفه هنا مقدم صوغه حمد بن عبد الهادي بالنايفه الذي يقدم صوغه على المركز الثاني، بينما المركز الثالث تدخلت ووصلت هنا الشاهينيه لحميد بن عيد بالكوس على المركز الثالث. يا سلام يا سلام، نعود الى المراكز الاولى مع مسار هذا الشوط، مع انطلاقة هذا الشوط. لا زالت من البداية شواهين عبد الله بن مبارك بالرقراقي الذي يقدم شواهين على المركز الأول، ولكن هناك بالنايفة من الجانب الآخر مقدم صوغة حمد بن عبد الهادي بالنايفة، ولكن بالرقراقي مصر على الفوز في هذا الشوط مع هذا الاندفاع ومع شواهين، مجموعة شواهين على المركز الأول. هذه شواهين تسيطر وتعلن الفوز في هذا الشوط وتعلن التحدي. تهانينا لعبد الله بن مبارك بالرقراقي المزروعي على فوز شواهين بالمركز الاول، ولحظات وصولها الى خط النهايه. المركز الثاني صوغه لحمد بن عبد الهادي بن نايف، المركز الثالث اللي وصلت في ثالث المراكز اللي هي غزوه لمعيوف بن سلطان المطيوعي. هذه ثلاث المراكز في حاله وصولها الى خط النهايه. التوقيت الزمني 2:16. تهانينا والناموس.